محمد علي عبود لاعب الجوية اللي اجى للفريق في مباراتين بتصفيات كأس العالم، لاعب أساسي وقدم مستوى يعني نقول لا بأس به، جيد نوعا ما. لاعب عمره 24-25 سنة، على أساس كانت عنده مشكلة في جواز سفره. المهم يعني كان من المفترض يكون هذا من زمان مع الفريق، بس هو اجى فرض أسلوبه، فرض شخصيته، لعب قوي بدنيا، كرات الأمامية مؤثرة، ماخذ وضعه، شخصيته مع الفريق. نتمنى له التوفيق، وأعتقد مع التعديل راح يكون مكانه موجود ويحافظ عليه.